السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شوفوا الحالة كي دايرة، شوفوا الراجل راه طاح، هاو سخف، الله يرحمه مساكين. هذا راه عطس، واش دار له دابا؟ راه من دابا انسان يعني ما يقول، وضع رأسه على الضس حتى يستشعر، حتى يمتص امام الصامينه هذا الضس. شوفوا الحالة كي دايرة، شوفوا، هذه أول ثمرات من ثمرات التعب، أن الصالة أصبحت مضصة هيك، ولا زال البيت كما ترون، السلعة يعني مصففة صفا، أخذت منها جهدا كبيرا نفسيا وعقليا وجسديا، وإلى الله المشتكى. ولكن إن شاء الله، كما يقال، الطاجين يجب ما قبله إن شاء الله، ياك؟ اش بالك؟ تتفق معي في الكلمة ولا ولا؟ هضر العيان، تتفق؟ لا تتفق؟ سيما يا سيما، هذا هو الحمام، ها هو الطراسة. المجفنة ما زال خاص تركب، ودي حصل عدي صح. سي ياسين، ما زالت نشوف هاد القضية، ما زالت نشوف هاد القضية، هذه ما زالت نشوف تولي بحل، ما زالت يبس ها القار، ما يبقاش غامق. هذا هو القار، كلما شعر بالجوع يهز جذع القور فتتساقط عليه يد الزعبول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.